بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. إن هذا النداء الإلهي يا عبادي فيه الكثير من الحنان، وفيه الكثير من العاطفة، وفيه الكثير من المحبة. فالله يخاطبنا من خلال علاقتنا به وصفتنا في الارتباط به. يا عبادي الذين ترتبطون بي ارتباط المخلوق بخالقه، وأرتبط بكم ارتباط الخالق بالمخلوق. ومن الطبيعي للمخلوق أن يعيش الإحساس بالارتباط بخالقه، ومن الطبيعي للخالق أن يحس بالمحبة للمخلوق، لأن كل من يصنع شيئا لا سيما إذا كان هذا الشيء مبدعا بديعا لابد أن يحبه. ولهذا ورد في بعض الأحاديث في قصة يونس عليه السلام أنه عندما دعا على قومه بالعذاب وخرج وهو ينتظر أن يعذبهم الله، وجاء من قال لهم إن العذاب واقع بكم لا محالة، وقالوا ماذا نصنع؟ هكذا تقول الرواية. قال فرقوا بين الرضيع وأمه وبين الناقة وفصيلها وبين الشاة وسخلتها، وضجوا إلى الله ضجة واحدة فإن الله سيرحمكم، وتابوا إلى الله ورحمهم الله. وتقول الرواية إن يونس عندما جاء ورأى أن العذاب قد رفع عنهم وقد عانى منهم الكثير ناجى ربه بذلك، ويقال إن الله أوحى إليه إنهم عبادي خلقتهم بيدي، ورجعوا إلي. فمن الطبيعي أن أقبل توبتهم. ولذلك نجد أن محبة الله لعباده أنه فتح لهم باب التوبة بأوسع مما بين السماء والأرض، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. توبوا إلى الله توبة نصيحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. لأن الله يحب عباده فيحب لهم الخير في الدنيا والخير في الآخرة، يحب لهم أن يطيعوه لأن في طاعتهم له المصلحة، كل المصلحة لهم، ويريد لهم أن لا يعصوه لأن معصيتهم له تمثل المفسدة في كل حياتهم. يا عبادي الذين آمنوا، الذين آمنوا بي وآمنوا بأن المبدأ مني وأن المعاد إلي،
آمنوا بأني أنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، آمنوا بأني أنا الله الرحمن الرحيم القادر القاهر الباسط الذي يرجع الناس إلي في يوم القيامة ليقفوا بين يدي ليكون مصيرهم بيدي في الآخرة كما هو مصيرهم بيدي في الدنيا. وإذا كانوا يعرفون من خلال إيمانهم أن مصيرهم في الدنيا بيد الله وأن مصيرهم في الآخرة بيد الله، فلا بد لهم أن يتقوا الله، أن يخافوه، أن يحسبوا حسابه، أن يخشوا عقابه، أن يرجوا ثوابه. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، إذا أردتم أن تفعلوا شيئاً فاتقوا الله وانظروا هل يرضى الله بذلك، وإذا أردتم أن تتركوا شيئاً فاتقوا الله وانظروا هل يرضى الله بذلك، لأن رضا الله هو الوسيلة الوحيدة لخلاصكم، فلا نجاة إلا لمن تعلق من الله بحبل متين وهو غفران الله له ورحمته. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فالله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. إذا أحسنتم فالله يجازي الإحسان بالإحسان، إذا أحسنتم فهناك حسنة. ولم يذكر لنا الله حجم هذه الحسنة ونوعية هذه الحسنة، لأن الله أراد لنا أن ننفتح عليه لنطمع في إحسانه ليعطينا أحسن ما عملناه كما حدثنا في بعض آياته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، فإذا ضاقت بكم أرض فلم تسمح لكم أو لم تعطكم الفرصة في طاعة الله فهناك أرض أخرى تنتقلون إليها لتطيعوا الله فيها. ما دمت قادرا على طاعة الله في أرض أخرى فعليك أن لا تبقى في هذه الأرض ليضطرك الآخرون من خلال ضغوطهم أن تعصي الله. إذا كانت لديك بيئة معينة حتى في بلدك، بيئتك في أصدقائك، بيئتك في أهلك، بيئتك في الناس الذين تبايعهم وتشاريهم وتتعامل معهم، إذا كانت هناك بيئة ضاغطة عليك بحيث تضطرك إلى الانحراف عن خط الاستقامة وتدفعك إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فانتقل إلى بيئة أخرى. فالله لم يحصر حياتك الاجتماعية في موقع معين، ولكنه جعلها واسعة، سعة الناس في الحياة. وأرض الله واسعة، وإذا شعرت بالضيق نتيجة انتقالك من أرض إلى أرض أو نتيجة تحولك من بيئة إلى بيئة أو نتيجة مواجهتك للضغوط وتمردك عليها أو نتيجة تحملك للحرمان في شهواتك المحرمة، إذا واجهت ذلك فعليك أن تصبر، اضغط على أعصابك، اضغط على مزاجك، اضغط على شهواتك، اضغط على بعض حاجاتك،
اصبر حتى لو صرخت كل مشاعرك وأحاسيسك، اصبر حتى لو صاحت لو صاح كل جوعك وعطشك، اصبر حتى لو ضجت إليك حاجاتك وعلاقاتك، اصبر. أتعرف ما هو أجر الصبر؟ هناك حسنات لها أجر محدود، أما الصبر تمن على الله ما شئت، ليس هناك رقم محدود للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الله يقول لك، الله ربك الذي يملك الأجر كله ويملك المصير كله، إذا كان الله يقول لك اصبر ساعة تسعد دهرا، اصبر تحمل الحرمان في الشيء القليل، تحمل الحرمان من المال الحرام، تحمل الحرمان من الشهوة الحرام، تحمل الحرمان من الموقع الحرام، من الجاه الحرام، تحمل فسيعطيك الله أجرك بغير حساب في وقت لا أجر إلا أجره، وفي موقع لا ظل إلا ظله، وفي ساحة لا رحمة إلا رحمته. أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ضاقت بك نفسك فحاول أن تقنع نفسك، يا نفس قد تعيشين الحرمان ساعة، ولكن أفق السعادة واللذة والفرح الروحي واسع واسع. اصبر ساعة فإن الخلود سيكون بانتظارك في رحمة ربك. ما لعلي ولذة تفنى ولنعيم لا يبقى. ثم بعد أن خاطب الله المؤمنين بشكل مباشر، أراد أن يخاطبهم بشكل غير مباشر من خلال النبي، فالله يطلب من النبي أن يتخذ موقف، والنبي ليس بحاجة إلى ذلك لأنه أقرب عباد الله إلى الله، أدبه ربه فأحسن تأديبه، ولكن الله يخاطب الناس من خلال خطابه للنبي. وقد ورد في بعض الأحاديث إن القرآن نزل على طريقة إياك أعني واسمع يا جارة، تحكي مع شخص ولكن تقصد حتى يسمع واحد تاني، الله يخاطب النبي حتى نسمع احنا، يعني حتى يقولنا اذا النبي انا اطلب منه هيك فكيف انتم. قل لكل هؤلاء الناس الذين ياتونك لتكون معهم على خلاف طريق الله، قل لكل هؤلاء الناس الذين يريدون منك ان تعصي الله لتربح فرصة او لتكسب رزقا او لتحصل على جاه، قل لكل هؤلاء الناس الذين يضغطون عليك حتى تبتعد عن خط الاستقامة وتسير في خط الانحراف، قل لكل هؤلاء الناس الذين يريدون لك أن تبتعد عن الله وتقرب إلى الشيطان، قل يا محمد وقل أيها المؤمن من خلال وعيك لخطاب الله لرسوله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
أعبد الله وحده، لا أعبد ما تدعونه من أولياء، ليكونوا سادة العالم، ليكن هذا ملكا في موقعه، وليكن ذاك أميرا في موقعه، وليكن ذاك رئيسا في محله، وليكن هذا يملك الثروة كلها وذاك يملك القوة كلها، ليكن كل ذلك الله الأقوى والأغنى والذي يملك الملك كله، وكل هؤلاء مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا إلا بالله. قل إني أمرت، الله أمرني، والله الذي أمرني هو الذي خلقني، والله الذي أمرني هو الذي رزقني، والله الذي أمرني هو الذي يملك حياتي وموتي، والله الذي أمرني هو الذي يملك مصيري في الآخرة، فعلي أن أطيع أمره، ولا أطيع أمر أي إنسان لا يملك لي ولا لنفسه نفعا ولا ضرا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا عبادة خالصة لا شرك فيها ولا انحراف فيها، مخلصا له الدين، ديني كله لله، لا أدين بغير الله ولا أتبع غير الله. وأمرت، أمر ثاني، لأن أكون أول المسلمين. أمرت أنا الذي أدعو الناس إلى الإسلام، أنا نبيكم، أمرت أن أكون أول مسلم، أطبق الإسلام على نفسي قبل أن أطبقه على الآخرين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين أن أسلم أمري لله. قولوها، الله يقولها لنبيه ليقول لنا، قولوها لكل من يريد أن ينحرف بكم عن الإسلام، قولوها لمن يريد منكم أن تسيروا يمينا وشمالا، قولوها لكل من يريد منكم أن تنحرفوا عن الله سبحانه وتعالى، قولوا لن نكون إلا مسلمين، لن نسير مع أحزابكم، لن نسير مع أديانكم، لن نسير مع خطوطكم، لن نسير مع أفكاركم، لأننا اخترنا أن نسلم أمرنا لله، نسلم فكرنا لله، ونسلم عاطفتنا لله، ونسلم شعورنا لله، ونسلم حياتنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظوا هذه، أمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني أن أكون موقفي هو هذا الموقف، صلاتي ونسكي وحياتي وموتي كلها لله سبحانه وتعالى، لا أعطي شيئا منها لغير الله. قل يا محمد لمن قال لك تعال أعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، قل أيها المؤمن لمن قال لك ليست هناك مشكلة، أنت في طور الشباب، والشباب هو المرحلة التي يقبل فيها الإنسان على شهواته وغرائزه ومطامعه، لا مشكلة أن تعصي الله في مال تحصل عليه لأنك في حاجة لأن تتزوج، فلا مانع من المال الحرام، وفي شهوة تحصل عليها محرمة باعتبار أنك بحاجة إلى أن تنفس عن غريزتك في الشهوة الحرام، وهكذا في التأييد الحرام والرفض الحرام واللعب الحرام واللهو الحرام، لا مشكلة، فإن الله يغفر لك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
مين؟ النبي. الله يقول له انت اذا عصيت، قل لهم انا اذا عصيت الله وانا اقرب الناس الى الله ولن يعصي النبي ربه، لكن لو فرضنا اني عصيت ما في حدا او اقرب من حدا، الله الله ما في فرق بين النبي وبين غير النبي. ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في الله سبحانه وتعالى في بعض في كثير من الآيات يركز على هذه النقطة. لا تقول أنا خلاص مسلم وخلاص ما ممكن بعمل السبعة وذمتها وما ممكن نار جهنم، أنا شيعي وعلي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار وما ممكن يمكن على أنه هذا. لا، قول الله أصدق من قولكم، ليس بأمانيكم مش بأحلامكم ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كل واحد يقول الجنة بإيدي أنا. لا، من يعمل سوءا يجزى به، يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. خط هذا وهذه أكدة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ثم يأكد يزيد التحدي كأنه يقول هالشيء ويبقون وراءه، مثل ما تحكي انت مثلا في بعض الحالات انا بدي اصير مؤمن بدي كذا، ابوك يضغط عليك، امك تضغط عليك، جيرانك، زوجتك، تقول لهم لا انا بدي ظل ملتزم بدي ظل مؤمن، بيزداد ضغط عليك، ازداد تحدي. قل الله اعبد مخلصا له ديني، مرتين ذيك امرت وهون نفذت، ما عدنا هناك. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. إسا قالوا لك هذا يقول أمرت، نقدر إحنا نرتبه، في ناس كتير يعني قد يصير أوامر لهم وما بيعملوها. لا، بيأكد قل الله أعبد، أنا بنفذ أمرت وأنا أنفذ ما أمرت به، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. كل واحد منكم هذا بيعبد هالزعيم وهذا بيعبد هالرئيس وهذا بيعبد هالملك وهذا يعبد زوجته وهي تعبد زوجها وهذا يعبد المال وهذا يعبد الشهوات، وهذا حريتكم. أنا اخترت خياري هو أن أعبد الله، أنتم ما بدكم تشاركوني حرين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، لكن بحب لكم شيء، أحب أن أقول لكم شيئا. هل تعرفون ما معنى أن تعبدوا الله وما معنى أن تعبدوا غير الله؟ إن عبادة الله هي الربح كله، وعبادة غير الله هي الخسران كله. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين، مش اللي يخسروا له صفقة تجارية هنا، بيخسر له شهوة هنا، بيخسر له موقع سياسي أو اجتماعي هنا، هذه خسارة تتعوض، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم خسران ويوم ربحان، لكن الخسارة الخسارة التي لا خسارة بعدها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هاي الخسارة نهاية المطاف. لما تخسر بأول الموسم يمكن تربح بنصف الموسم، يمكن تربح بآخر الموسم، لكن إذا خسرت بآخر الموسم شو يبقى عندك فرصة بعد؟ هاي خسارة بآخر الموسم، آخر موسم عمرك وحياتك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، لما تربي أولادك على الضلال لا تلتفت إلى
دين أولادك وإلى استقامتهم وإلى أخلاقهم، بل تنظر كل نظرك هو أن ينجحوا في الدنيا أما أن يخسروا في الآخرة. فتلك ليست مشكلة عندك يا أيها الذين آمنوا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف يوم القيامة؟ كيف يواجهون؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، بحيث النار من خلال الأبخرة والدخان والكذا يصير مثل الظلال فوق رأسهم، ومن تحتهم أيضا الدخنة بتطلع من تحت ظلل. ذلك يخوف الله به عباده. يعني الله يبين لكم النتيجة حتى تواجهوا الموقف بمسؤولية، حتى تخافوا الله فتخافوا معصيته، وحتى تخافوا الله فترغبوا في طاعته. ذلك يخوف الله به عباده ويناديهم يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت، هؤلاء الذين مشوا بالخسارة اللي يمشوا بالربح كيف؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. الذين اجتنبوا طاغوت الكفر وطاغوت الضلال وطاغوت الاستكبار وطاغوت المال وطاغوت الجاه، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، لم يخضعوا لها ولم يسقطوا تحت تأثيرها، وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله، رفضوا الطاغوت ورجعوا إلى الله، لهم البشرى. إيش البشرى؟ آية ثانية يبين هذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فارقتم أهلكم أولادكم ودنياكم، لا تخافوا أبدا، في أصدقاء جداد، في مجتمع جديد، في فرص جديدة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. هاي البشارة، لهم البشرى بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، إحنا الملائكة في الحياة الدنيا كنا معكم، وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا مش من عندنا، من غفور يغفر لكم ذنوبكم ورحيم يرحمكم في آخرتكم وفي مصيركم. لهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. يا محمد فبشر عبادي، مين؟ الذين يستمعون القول، يسمعون سمع وعي وسمع تفكير وسمع تأمل، ويغربلون الكلمات، هذه تنفع، هذه الضر، هذه فيها خير، هذا فيها شر، هذه خطأ، هذه صواب. إذا سمعوا شيئا لم يستسلموا لكل ما سمعوا، تبقى وتسمعها أذن واعية في أذن غبية، كل ما بتجي تدخل فيها مخزن، في المخزن الآن كل ما بتخلي بالمخزن كيف ما كان يمشي الحال، لا، الأذن الواعية مش مخزن، الأذن الواعية كل ما بتجي مصنع بحيث تنقي الأشياء السيئة تطردها، الأشياء الحسنة تبقيها، هذا فرق. فبشر عبادي
الذين يستمعون القول فيفكرون به فيقتنعون ببعضه فيتبعون أحسنه. هاي تعطينا أيها الأحبة لما تسمع واحد عم يخطب لا تسارعوا إلى التصفيق، اسمعوا كلماته وافهموا معناها، ثم ادرسوا خلفيات الكلمات، ثم ادرسوا نتائج الكلمات، ثم ادرسوا صاحب الكلمات، بعد ذلك حددوا موقفكم، حتى لا نكون ممن تقيمهم كلمة وتقعدهم كلمة، لأن الله يريد لنا أن تكون لنا قلوب نفقه بها، نعقل بها، عقول فكر. من يعطي عقولنا إجازة؟ من أصغى إلى ناطق، أنت في حال الإصغاء والاقتناع لأي ناطق فقد عبده، أنت عم تعبد هذا الإنسان الذي تصغي إليه بكلك، فإن كان هذا الناطق يؤدي عن الله عم يحكي عن الله فقد عبد الله، وإن كان يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، هداهم الله إلى وعي الحقيقة، هداهم الله إلى اختيار الطريق الأقوم، هداهم الله إلى الانفتاح عليه، هداهم الله إلى وعي ما حولهم ومن حولهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العاقل ليس هو الذي يعرف كيف يلعب على الحبال، العاقل هو الذي يعرف كيف يهتدي إلى الحق وكيف يركز مواقفه في ساحة الحق. كما قال، سأل بعض الناس الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن العقل، قال له: العقل ما عبد به الرحمن وعصي به الشيطان. يعني ينجيك، العقل هو الذي يجعلك تسير إلى الطريق الذي فيه نجاتك، ونجاتك في عبادة الرحمن ومعصية الشيطان. قال له: فأين تلك التي عند معاوية؟ قال: تلك الشيطنة. في فرق بين تقول واحد عاقل وواحد شيطان. عاقل هو الذي يحرك طاقاته الفكرية في اتجاه نجاته واتجاه القيام بمسؤولياته، أما الذي يحرك طاقاته الفكرية في اتجاه الشر وفي اتجاه الذي يؤدي به إلى الهلاك، هذا شيطنة مش عقل. قل فلان والله مكار، حيال، شيطان. عاقل لا، يعرف كيف يدير الأمور ويوازن بين الأمور ويتجه بها إلى مواقع الربح لا إلى مواقع الخسارة. وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب، الذي راكب رأسه بالكفر بالضلال بالكذا، تقدر تعمل له شيء؟ ما تقدر تعمل شيء. هذا الذي صدر حكم الله عليه. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ما بتقدر، لأن الأمر لله مش إلك. لكن الذين اتقوا ربهم، هونيك شو عدنا؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. المتقين كيف؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف بالجنة، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لمن اتقى، لا يخلف الله الميعاد. فعلينا أن نثق بوعد الله لا بوعد الشيطان. الله عرفنا حديث الشيطان وبه نختم. بعض الناس كثير خلون إذنهم إلى وعد الشياطين، شياطين الإنس والجن، أما وعد الله ما إلى حساب.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وها أنتم ترونه. قالكم الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله وعدكم وعد الحق فلم تستجيبوا له ووعدتكم فأخلفتكم. أنا شغلي بكذب وما كان لي عليكم من سلطان. الله ما سلطني عليكم بس أعطاني الوسوسة فقط. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. أنا شغلي هذا. ولوموا أنفسكم. الله أعطاكم عقل ليش ما فكرتوا فيه. ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا إذا صرخت ما بقدر أدافع عنكم وما أنتم بمصرخي إذا أنا صرخت ما تقدر تدافع عني. إن الظالمين في عذاب مقيم. والحمد لله رب العالمين.